عبر تفعيل قوي لأدواره وفي ذلك خدمة للمدينة والسكان ديالها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلت أن جماعة تطوان دأبت منذ توليها تدبير شؤون الجماعة على استحضار أو تكريم شخصيات ساهمت في مجالات مختلفة بتطوان، وقد عملنا في رمضان الماضي على تكريم الشخصية النسائية الأستاذة المربية أستاذة حورية شويخ، وفي هذه السنة وفي إطار برنامج رمضانيات تطوان نظمنا لقاءنا الأول حول تقديم كتاب صفحات من تاريخ الحركة الوطنية لمحمد محمد الخطيب ورجعه الأستاذ زين العابدين الحسيني، فعملنا على تكريم الشخصية النسائية المربية الأستاذة فاطمة الشيخي، واليوم نعمل على استحضار روح فقدناها جميعا وفقدتها الساحة الثقافية بمدينة تطوان الأستاذ عبد القادر الخراز، وأعطي الكلمة للأستاذ عثمان أشقرة كي يقدم كلمة بمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أيها السادة، أيها السيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام والسكون لروح الفقيد العزيز أستاذ عبد القادر الخراز، والسلام والصبر الجميل لعائلته الكريمة، وإن لله وإنا إليه راجعون. هذه الثلاث أيام أو أربع أيام اتصل بي الصديق العزيز الدكتور أنس الملاحي ليخبرني بانعقاد هذا اللقاء على أساس أنه سيكون في قسمين أو فقرتين. القسم الأول هو استحضار وتأبين الفقيد العزيز الأستاذ عبد القادر الخراز، والقسم الثاني مناقشة كتاب الصديق الدكتور الطيب أكزو حول المجالس البلدية في الشمال تطوان نموذجا. أخبرني الأستاذ أنس أن هناك اقتراح باش نقول الكلمة فيما يخص التأبين على الفور وبطريقة عفوية. هو حضرنا قلت له مسؤولية كبيرة بزاف، وبصراحة كان متخدر على التقدير، ولكن لباقة ودبلوماسية أمام لباقة ودبلوماسية الأستاذ أنس فنصر أنك تقول له لا. وثانيا أنني حسيت أن هناك واحد الضيم في عنقي، فلظروف شخصية قاهرة جدا جدا لم أحضر في الجنازة ولم أحضر في الأربعين ذكرى الأربعين، قلت هذه هي المناسبة لأن أوفي هذا الدين. فأنا عرفت الأستاذ الخراز كزميل في المدرسة العليا للأساتذة سنوات وسنوات منذ الثمانينات إلى 30-40 سنة. عرفت الأستاذ المربي، وعرفت أيضا الباحث الأكاديمي، وعرفت أيضا الأستاذ الإنسان. فما زلت أتذكر
اسمحوا لي ان هذه الكلمه ديالي ما غاديش تكون كلمه اكاديميه او كلمه مكتوبه او شحال من قبيل، لان اعتقد ان المناسبه ليست بهذا. يمكن تكون هناك ندوه نفكروا فيها ندوه اكاديميه لتقويم واستعراض موجز العلمي والاكاديمي بزاف. انا هنا في صباح الساعه تاع البوح، لهذا قلت عرفتوا الاستاذ الخراز الانسان، لانه بمجرد ما تعرفنا وتصدقنا كان اول واحد استدعاني للعشاء في تطوان، وانا قادم لتوي مدينه خلبه لاتذوق العشاء تطوان الاصيل. كان هو الاستاذ الخراز، وعرفت ايضا الاستاذ الخراز المستشار في المجلس البلدي من 1983 الى 2000 عفوا الى 1992. كان مستشار اعتقد مكلف بالحاله المدنيه. عرفته مستشارا بلديا يخدم الصالح العام، وكان هذا المنصب الذي يشغله جاء واحد الفترة دقيقة وتاريخية وملحمية ملحمية في تاريخ تطوان. ففي هذه الفترة هذه كان هناك المجلس البلدي الخامس الذي كان يترأسه الأستاذ النبي والمناضل الفت المرحوم أحمد أبزور، وكان المجلس يحظى بثقة خارقة من طرف السكان. تذكر 25 مقعد على 35 أغلبية ساحقة ومد جماهيري كبير جدا، وما كانش يمكن آنذاك والداخلية وما أدراك ما الداخلية آنذاك تمس ولو جزء من هذا المد أو تمس ولو شخص من هذا اللاجئين، لأن ماشي فقط حزب بعينه ينجح أو تيار بأكمله ينجح، ولكن كانت هناك واحد المد تاريخ كان نوع من عودة الروح إلى تطوان. علاش نذكر هذه الأشياء هذه؟ أولا لأنه في هذه الفترة هذه وأنا أستاذ النصر على الأساتذة كنت سجلت أطروحة ديال الدكتوراه الدولة مع المرحوم الأستاذ محمد كسوس تحت عنوان الفكر الوطني بالمغرب والقاربة السوسيولوجية، وكان الرهان الأساسي اللي عندي والأطروحة المركزية اللي عندي، وبعدين نطرح لكم علاش نذكر هذه الأشياء هذه وشنو علاقتها بالأستاذ الخراز. كانت الأطروحة المركزية أن التصور اللي عندنا عن الحركة الوطنية هو تصور ينبغي إعادة النظر فيه. واحد مجموعة كبيرة تاع الدراسات والكتب نشرت عن الحركة الوطنية في المغرب، ولكنها في الواقع تتكلم فقط على الحركة الوطنية في المنطقة السلطانية. وكانوا بعض الباحثين سبحان الله يقومون يعني يتوصلون إلى نتائج ويعممونها على المغرب. كانت المطروحة اللي تنحاول نبحث فيها هي أن الحركة الوطنية هي واحدة في القضية، ولكن هناك خصوصيات داخل الحركة الوطنية ينبغي التمييز بينها، الشمال شمال والجنوب جنوب. هذه المطروحة اللي سجلت تحمس ليها الأستاذ صلاح الدين كسوس، قال لي الآن قليل خير باش تجيب لنا شنو الوثائق وشنو الوقائع اللي عندك باش تدافع على هذه الاطروحه هذه اللي ربما غادي تصحح بعض المسائل هذه. هنا كان اللقاء مع الاستاذ الخراز، لانه لما تمشي للجنوب الوثائق موجوده، ولكن لما تجي للشمال المذكرات الوثائق الكتب الدراسات كلها كانت غليظه. بالمناسبه تنحيي الاستاذ حسناء لانها لما اتصلت بها فتحت لي المكتبه وفتحت لي المكتبه ديالها وديال العائله. جزا الله خيرا وشكرا على العمل
الذي قبل به. إذن هذا كان لقاء مع الأستاذ الخراز، لأن الأستاذ الخراز وأنا استيقظ أنا تعرف المسألة مزيان، ماشي فقط هو أستاذ عن الأدب الأندلسي، ولكنه أيضا أستاذ باحث في الصحافة بالخصوص، وإلا رجعنا للمتن الوطني الأساسي في الشمال فكله آنذاك تهضر على الثمانينات كله كان موجود في الصفحات ديال السلام على العهد الجديد والجرائد الوطنية الشمالية. وبالتالي لما تلاقيت معاه تكلم على أنا والأستاذ الخراز لما اطلع على المشروع ولا المشروع ديالو ولا تقريبا بحال المشروع ديالو، وبالتالي ادى واحد الخدمة مهمة جدا انه فتح لي واحد المجال ديال البحث لأكتشف ماذا؟ أن بالفعل كاين هناك تميز ما بين الحركة الوطنية في الشمال والحركة الوطنية في الجنوب، فبقدر ما أن الحركة الوطنية في الجنوب ابتدأت سياسيا واستمرت سياسيا، وأن الحركة الوطنية في الجنوب الظاهرة ما يسمى بالظاهرة البربري أو الظاهرة الاستعماري والمظاهرات التي خرجت من الشارع ولاش كنت تعمل وطن، بينما في الشمال الحركة الوطنية بدأت قبل أن تبدأ سياسيا وتتحول إلى أحزاب سياسية، فهي بدأت حركة مدنية ثقافية أخلاقية. المرحوم عبد السلام بنونة 1913 استرجع الإصلاح سنة 1917 تأسيس المدرسة الأهلية 1923 إصدار مجلة السلام 1933 أول مجلة ثقافية في المغرب، المدرسة الأهلية أول مدرسة حرة في المغرب، أول مظاهرة عمالية في المغرب في 1935 التي كان على رأسها تهريب الزن، أول جمعية لحقوق الإنسان في الشمال. إذن كان واحد العمل اللي هو عمل مدني ثقافي أدبي مسرحي، وصلت خالد التوريس المسرحية، هذا الشيء ما كانش فجأة، هذا الزخم هذا الفعل المدني وهذا الزخم الثقافي وهذا الروح الحضارية اللي ابتدت بها الحركة الوطنية ما كانش في الجنوب. ربما طبيعة الاستعمار الفرنسي تختلف عن طبيعة الاستعمار الإسباني، ناقشوا المسألة وناقشوا، ولكن رغم ذلك ما أسمي بالروح ديال تطوان، الروح المدنية، الروح الثقافية، الروح الأخلاقية، الروح الفنية هي اللي كانت حاضرة في هذا العمل الوطني اللي قبل ما يكون سياسي كان بهذا النعوت اللي أشرت إليها. لهذا لما كنت نسأل وأنا محسوب على اتجاه سياسي معين، تنقول له مستر الخراز أنت موجود هنا باسم حزب معين، أنا كنت نتكلم معاه في السياسة هو كيتكلم معايا في تطوان، أنا تتكلم معاه في الحزب هو يتكلم معايا في تطوان، هل تتكلم معي في الإيديولوجيا؟ ويتكلم معي في الثقافة، بمعنى أن حضوره في المجلس البلدي كان حضور يجسد ما أسميه بعودة الروح إلى تطوان. هذه السياسة التي مارسها الأستاذ عبد القادر الخراز، أنه كان يمارس السياسة بروح مدنية، كان يمارس السياسة بروح أخلاقية، بروح فنية وأدبية، ما كانش يفصل بين الاثنين، لهذا لما كنت نصف هذا الاتجاه، لهذا تحمس الروح اللي كنت تندفع لها. أتمنى أن كل شيء طولت، إذا طولت لأن ما تهضر ما تسمعش. نعم، إذا
الاستاذ خراز يعني كان عضو في مجلس بلدي من 83 حتى 92. انا ما تحتاجش فرصه باش نعيشوا عن البر، يعني حتى تستوب من فما فوق. لهذا فربما ما يمكنش نتكلم على العضو في مجلس بلدي، اللي نتكلم عليهم هم من كانوا انذاك اقتاب هذه المرحله سياسيا ونقابيا. استاذ العربي، استاذ طارق، استاذ مشتاق يتكلموا عندهم شهاده اكثر مني في هذا الاتجاه، ولكنني وقد اتيحت لي هذه الفرصه انا انوه بشخصي جسد في شخص في فكري وشخصيتي وممارستي النموذج التطواني الذي مارس السياسه بشرف ومارس السياسه باخلاق. ولما تكون هناك امام اختيار ما بين السياسه والاخلاق كنت يفضل الانسحاب. واكبر المنسحبين هذاك هو الاستاذ محمد داوود، اللي ربما بين وزوجتي خسرت السياسه، ولكن ربحته ربحوا البحث العلمي وربحته الاخلاق الفضل. وشكرا على انتباهك. شكرا للدكتور عثمان أشقرة. في هذه اللحظات رئيس جماعة تطوان سيقدم لوحة لعائلة الفقيد. تفضل سيد الرئيس ونادي على أرملة الفقيد أستاذ أبو الأبار وأبناء الفقيد أستاذ اعتماد وأستاذ معتمد أستاذ محترم لتسليم لوحة هدية عبارة عن هدية من رئيس الجماعة إلى عائلة أستاذ عبد القادر الخراس. باللوحة باللوحة. موفق عبد السلام معتكف شويه عاوني. شكرا كن مبتسم عليك. شكرا لعائلة الفقيد، شكرا للسيد الرئيس. ننتقل الى الفقره الثانيه من هذه الجلسه بحضور السادة رؤساء جماعات تطوان السابقين الأستاذ عبد السلام أخوماش سيد الرئيس، سيد الرئيس حاج مشتت باتو، سيد الرئيس محمد العربي الزكاري، سيد الرئيس النقيب محمد الحبيب الخراس، وبحضور أيضا عائلات الرؤساء الذين وافتهم المالية، عائلة سيد الرئيس سي أحمد أكزول وعائلة سيد الرئيس سي محمد حجاج وعائلة سيد الرئيس سي الدريسي وعائلة سيد الرئيس سي أسطر وعائلة الرئيس سي تهامي الوزاني. ونعطي الكلمة الأولى لتقديم هذا الكتاب حول مجالس تطوان للأستاذة حسناء داود رئيسة مؤسسة محمد داود للتاريخ والثقافة. وقبل ذلك أرحب بالسيد عميد كلية أصول الدين تابع لجامعة عبد الملك السعدي. مرحبا، تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وعلى من تبعهم بإحسان ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. سيد رئيس جماعة إبان المحترم، أيها السادة الأفاضل والسيدات الفضليات كل باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبارك لكم هذه العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، وتقبل منكم الصيام والصلوات وجميل القربات وخالص الدعوات. أيها الحضور الكرام، ونحن في هذه القاعة التاريخية التي شهدت لقاءات خالدة وضمت أسماء موازنة لعبت أدوارا كبيرة في تسيير الشأن المحلي لمدينتنا العزيزة تطوان، ما أحوجنا إلى أن نطلع على تاريخ هذه المعلمة وأن نتعرف على ما مر تحت قبتها من أحداث ووقائع ولقاءات، وما ضمته مقاعدها من أعلام وشخصيات، وما عرفته جنباتها من أنشطة واجتماعات، وما سمعته جدرانها من تصريحات وقرارات، وما حفظته أرشيفاتها من محاضر وملفات. وها نحن والحمد لله نحظى اليوم بتحقيق بعض هذا الأمل، وذلك عبر اطلاعنا على سجل صادق أمين وبحث متقن رصين وثمرة مجهود كبير وحرص دؤوب من باحث مصر على ضبط المعلومات الصادقة وإدراج الأخبار والبيانات والإحصائيات الدقيقة. ذلك هو الباحث الجاد الأستاذ الدكتور طيب أكزول، الذي أتحفنا بكتابه القيم الذي وسمه بعنوان تاريخ المجالس البلدية والقروية بشمال المغرب، مجالس مدينة تطوان نموذجا. بل إننا بواسطة هذا المؤلف الثمين لا نقف على معلومات تتعلق بالمجالس الخاصة بمدينة تطوان فحسب، وإنما هو بحث موسع شامل تعدى حدود المدينة ليشمل معلومات تخص مختلف المدن والقرى المعروفة بشمال المغرب، وذلك منذ أن عرف سكان هذه المنطقة شيئا اسمه تدبير الشأن المحلي والقيام بمسؤولية تنظيم هذا الشأن وتحسين أوضاعه. أيها الحضور الكرام، إننا نقف اليوم مع هذا الكتاب لنطلع